يسعد اوقاتكم متابعينا الاعزاء اينما كنتم اينما تواجدتم. في مشكله بنواجهها في وضعنا اللي احنا عايشينه اللي هي مشكله الغاز، ما في غاز. فاخترعنا احنا بصراحه لحل المشكله هاي لتسخين المياه اللي هي حلنا المشكله. فهاي الطريقه طريقه سحريه جدا جدا، تغنيك عن اللي هي استخدام النار واستخدام الغاز. بنعبي الازايز الميه وبنحطها اللي هي في السيارة، اللي هي الإزاز تبع السيارة اللي هو إزاز السيارة. تفرجيكم كيف المية السخنة لزمانة كتير كتير للاستحمام وأيضا للطبخ وغير ذلك من اللي هي التزامات الحياة. الأزايز بنعبيهم، بعد ما نعبيهم بنحطهم اللي هو اللي هي الكبوت تبع اللي هي السيارة أو الجيب، ونحطهم بعد ساعة بسخنة اللي هي الطاقة الشمسية مع الزجاج اللي هي السيارة. فبتعكس الطاقة الشمسية حرارتها على اللي هي الزجاج، من ثم بتعكس حرارة الزجاج على زجاجات الماء، فبتسخن بعد ساعة. بعد هيك بتكون المية سخنة وجاهزة للاستحمام وأيضا جاهزة للطهي وغير ذلك. متابعين الاعزاء، هي زجاجة المياه حاطينهم احنا على هي الكبوت تبع الجيب تبعنا، شايفين كيف؟ بسخنوا عن طريق الطاقة الشمسية، الشمس بتكون عمودية على اللي هي الجيب تبعنا، زجاج الجيب طبعا، ومن ثم تسخن. عن جد عن جد استخدموها، حتلاقوا المية كتير كتير سخنة وحتوفروا على حالك كتير أشياء. بصراحة يا متابعين الأعزاء، من كتر ما هي ساخنة زجاجات المياه اللي سخناها عن طريق الطاقة الشمسية والزجاج، بتكون كتير كتير سخنة، بنخلطها اللي هي ماء اللي هي الماء البارد، وبنستخدمها للاستحمام وأيضا للطبخ وغير ذلك من أمور الحياة. هيهم هاي نقيتهم محطوطين الزجاجات، شايفين؟ ودعواتكم إلنا متابعين الأعزاء تخلص الغمة على خير، ترجع أيامنا طبيعية.